معاك، مش مستني صوتك لأسمعك، لو تعبت وحملك وجعك على عقال راسي لارفعك. هو يا ابن بلادي شد الهمة، خلوا ولادنا يضلوا بنعمة، ايد بايدك الأردن يعمر، هن نشامة فالو كلمة بنت بلادي. أعزائي المشاهدين، بنرحب فيكم بحلقة جديدة، وطبعا كما عودناكم كل أسبوع بنختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم، وضيف الأكثر تميزا لهذا الأسبوع السيد أحمد شحادة، المالك لدى المنزل السعيد للمفروشات. بداية نسعد مساكم نورنا. الله ينور عليكم. أهلا فيك يا رب. بداية سيد أحمد، لو بدنا ناخذ نبذة بسيطة عن حضرتك، على بداياتك، كيف بلشت متى بلشت بقطاع المفروشات؟ تفضل. نحن تقريبا في قطاع المفروشات في المعارض جديد، يعني احنا تقريبا لنا بس شهرين. احنا بداية عملنا في المفروشات في التصنيع. نعم. المشاغل يعني. في المشاغل عندنا مشغل تصنيع. نعم، كل توفيق لحضرتك يا رب. الآن لو بدنا نفوت أكثر بالتفاصيل، نشرح للسادة المشاهدين الخدمات اللي بتقدمها، آلية العمل عندك سواء في المشغل أو في المعرض، تفضل. يعني احنا التفاصيل بالنسبة مثلا للتصنيع، احنا أول شيء بنشتغل في الخشب التوب، يعني مثلا نظافة الخشب أهم شيء. نعم. من ناحية الخشب، الأقمشة بنجيب فيه مثلا صيني، فيه تركي، حسب نشتيه من السوق، ما بنستورد. نعم. بترجع لاختيار الزبون برضو. اختيار الزبون. نعم. هي بترجع اختيار لنا احنا، عدة عينات من ناحية الأقمشة. الدهانات بنشتغل في الدهانات المحلية وفي الدهانات الأجنبية. حسب برضو طلب الزبون. طلب الزبون. نعم. لو بدنا نتحدث أكثر أيضاً عن المفروشات المتواجدة عند حضرتك، نشرح للسادة المشاهدين، يعني جميع ما يحتاجه البيت متوفر عند حضرتك، تفضل. كل إشي متوفر، يعني كل إشي، تصميم داخلي، تصنيع محلي موجود عندنا. مثلاً عندنا إحنا مثلاً أطقم كنب، أطقم كورنرات، غرف سفرة، غرف نوم ماستر، غرف نوم شبابية، طاولات من جميعه، جميع الموديلات، عندنا تشكيلات واسعة. كل التوفيق لحضرتك يا رب. لو بدنا ناخذ عن الاسعار، كيف بتشوف اسعارك؟ هسه الاسعارنا مناسبه، احنا يعني بتزبط مع الكل. في عندنا شيء وسط وفي عندنا ثقيل، يعني ما بنشتغل بالخفيف طلب الزبون، يعني حسب طلب الزبون. نعم. يعني كل شيء له سعره. نعم بالتاكيد. الان لو بدنا نتحدث اكثر عن اقبال اهل المنطقه، اقبال الزبائن بشكل عام، كيف بتشوفه؟ هسه في اقبال زبائن، يعني في زبائن بفوتوا عندنا بيعجبهم شغلنا وبيعجبوا لهم اسعارنا، في الزباين بفوتوا لا ما بيعجبهم الاسعار مثلا، انه بدور. نعم. على شغلات اقل. نعم، بده مثلا كواليتي بتكون اقل. اقل مستوى. نعم. الان بدنا نتحدث اكثر عن تطور هذا القطاع، قطاع المفروشات عندنا بالاردن، يعني حضرتك لك باع طويل للمشاغل، لو بدنا نتحدث بشكل عام عن المفروشات كيف بتشوفها؟ المفروشات يعني انا بالنسبه لي شيء كويس كمفروشات محلية. أنا بالنسبة إلي شخصياً. نعم. ما بعفش بيتي غير تصنيع محلي. نعم. المستورد ما عجبني. نعم عجبك. نعم، كل توفيق لحضرتك يا رب، وبتشكرك على هاللقاء الجميل مع حضرتك سيد أحمد. سيد أحمد، لو بدنا ناخذ كلمة من داخل منزل السعيد للمفروشات لجلالة الملك، تفضل. بحب أوجه رسالة لجلالة سيدنا، أهم إشي إنه عندنا نعمة الأمن أمان في البلد. بالتأكيد. وربنا يوفق جلالة سيدنا والله يكون بعونه. آمين يا رب. وطبعاً بضم صوتي لصوتك لنعمة الأمن والأمان، إذا وجد الأمان وجد الاستثمار، ويعطيك. نعم. ألف عافية أستاذ أحمد. بنهاية اللقاء نحدد للسادة المشاهدين موقع المنزل السعيد المفروشات، أرقام الهاتف للتواصل، تفضل. الأرقام الهواتف يعني أعطيهم رقمي أنا شخصياً. بالضبط. رقم المعرض 0796578316. العنوان إذا بتقدر. العنوان شارع الحرية، بعد إشارة الحفاظ على اليمين من جهة مرج الحمام، ومن جهة الجمرك بعد إشارات أبو زغرة على الشمال.